مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيد جدا بالتواصل معكم. مع كريمة عثمان دوما كلام في الكرة، حديث عن الشأن المحلي، حديث أيضا عن الكرة الدولية لما يقتضي الأمر ذلك. البداية بالحدث المحلي، شباب الوزداد يتوج بالكأس التاسعة بعد نهائي مثير أمام مولودية الجزائر. في آخر فيديو قلت بأنه من الممكن أن يذهب إلى ضربات الترجيحية، ممكن أن ينتهي في التسعين أو بعد التسعين. انتهى في التسعين ومن كرة ثابتة ومن دون أن نحضر إلى مستوى فني كبير، كان متوقع ذلك بالنظر إلى عديد المعطيات. شباب الوزداد كان الأفضل، استحق التتويج، لم يقدم مباراة كبيرة ولكنه كان الأفضل فوق أرضية الميدان، يبصم على موسم أقول جيد بالنظر إلى كونه وصيف البطل وكذلك صاحب الكأس. تمنينا أن يكون الفريق أفضل في منافسة كأس رابطة أبطال إفريقيا حتى نقول بأن الموسم كان مميزا ورائعا، ولكن الأهم أن الشباب أصبح الآن الأكثر تتويجا في منافسة السيدة الكأس، الأكثر تتويجا محليا رفقة شبيبة القبائل. طبعا ينهي الموسم بلقب، يعيد الكثير من الهدوء إلى البيت البلوزدادي خليه يحضر بشكل مميز للموسم القادم. المولودية حتى وإن خسرت النهائي تبقى البطل، بطل بعد 14 سنة من الانتظار. أمير بوميل يجدد العقد ويمدد العقد مع مولودية الجزائر، يقدم قائمة المستريحين، يبدأ من الآن التحضير للموسم القادم. هذه المرحلة الهامة جدا بالنسبة للمولودية وللشباب، أيضا ضرورة استخدام أسماء بإمكانها أن تقدم الإضافة ليس محلية، لأنه محليا بالتشكيلة الحالية لمولودية الجزائر أو لشباب الوزداد بإمكانهم التنافس على لقب البطولة، ولكن قاريا أعتقد بأنه بحاجة سواء المولودية أو شباب الوزداد إلى تدعيمات، وهو نفس الأمر بالنسبة للنادي الرياضي القسنطيني، وبين قوسين النادي الرياضي القسنطيني حتى تحول مباشرة لميركاتو. مؤسف ما يحدث في هذا النادي، في كل مرة مع بداية الموسم تبدأ هذه التغييرات التي لا تأتي أبدا في وقتها. صراحة أنا أستغرب ذلك، لأنه الأمور سارت على أحسن ما يرام هذا الموسم رغم البداية الصعبة. بعد ما جاء عرامة ثم عمراني، الفريق قدم مباراة رائعة جدا، كان من الممكن أن يفوز بالمركز الثاني ويلعب كأس رابطة أبطال إفريقيا لولا ما حدث في المباراة الأخيرة. رغم ذلك هو مقبل على منافسة كأس الكاف، تحدث هذه التغييرات أعتقد أنها مش في وقتها تماما. المهم يبقى هذا مجرد رأي، وأتمنى من أعماق قلبي أنه الإدارة الجديدة والقائمين على تسيير النادي يكونوا في مستوى التطلعات ذاك الجمهور اللي دائما يوقف وراء الفريق، خاصة أن الفريق مقبل على منافسة قارية هي منافسة كأس الكاف. طبعا النادي الرياضي القسنطيني من دون استخدامات إلى حد الآن جدد لي إبراهيم ديب ولي بن شعيرة وغادره مدني نحو شبيبة القبائل، وكذلك خالدي في تجربة احترافية اتحاد الجزائر لحد الآن من دون استخدام مات جيري بلال غادرة الفريق لأسباب لم يفصح عنها إلى حد الآن، وهو الذي تم تعيينه كمدير رياضي. بعد بالنسبة للرباعي المعني بالمنافسة القارية، شبيبة القبائل أذكر بأنها تعاقدت مع عبد الحكيم شيخة مدربا، مدني مدافعا، جايا مرباح طبعا حارسا، في انتظار المزيد من الصفقات. مولودية وهران تعاقدت مع شمس الدين رحماني حارسا، وجوب عقيب طبعا من القادم من جامعة الشلفة. طبعا تلاحظون بأنه حتى الاستخدامات حفظناها لأنه ليس هناك استخدام كثيرة، ميركاتو بارد في بداية هذا الفترة، ربما نظرا لقلة الأسماء صراحة الموسعة. أنا أسمع من هنا وهناك وأقرأ في الكثير من الصفحات والمنصات بأن الأنصار يطالبون باستخدامات كبيرة ونوعية، ولكن لما تشوف الآن في الساحة ما عندكش كثير من اللاعبين، ومن هم متميزين مرتبطين بنواديهم، لذلك ستكون فعلا فترة صعبة جدا وتحتاج إلى الكثير من الذكاء وللكثير من المفاوضات من أجل ضمان أسماء متميزة. بقية النادي قلت لم تتحرك في سوق التحويلات إلى حد الآن، ربما ننتظر الساعات القادمة من أجل أن تتضح الأمور أكثر. ذكر بأن المنتخب الجزائري سيأخذ إحصائية كأس أمم أفريقيا كالعادة. الأمور بالنسبة للإحصائيات ليست بالحدث الكبير، منطقيا ومبدئيا المنتخب الجزائري في الجمعة الخامسة، وما
منتخبات لا تقوى على الصمود أمام المنتخب الجزائري أو منافسته على المركز الأول. وأوروبيا بطبيعة الحال ننتظر نصف نهائي كأس أمم أوروبا، ننتظر الصدام الذي سيكون قوي حتما بين المنتخب الإسباني والفرنسي وبعد ذلك الإنجليزي والهولندي. شخصي نتوقع نهائي، يلا نقول إنجليزي فرنسي. أنا شخصيا أتوقع هكذا للمنتخب الفرنسي حتى ولم يقنع قادر تلقاه في النهائي. هذه إذا حوصلة آخر الأخبار، في انتظار أن أوافيكم دوما بالمزيد بالجديد بالكثير من التحاليل تدريجيا طبعا هكذا حتى تصلكم المعلومة في حينها في وقتها. طبعا تابع كل الأخبار كل المستجدات معي أنا كلمة أتمان على قناتي الرسمية على اليوتيوب. إذن كل جديد يأتيكم على قناة اليوتيوب كلمة أتمان. شكرا.